السلام عليكم أصدقائي، مع فيديو جديد عن أخبار وتسريبات جديدة للبرنامج الدرامي قسم ونصيب، وكذلك تحليلات الحلقات المقبلة. في فيديو اليوم راح تشوفوا خالد وجينيفر، لما عمل خالد لجينيفر مفاجأة وشو كانت ردة فعل الفانز، وكذلك ندى ردة فعلها وإجابتها على الفانز، وأنها راح تقول كل الحقائق، بس انتظروها قريبا وراح تشوفوا حتى شو قالت ريان بالشيء اللي عملته لارا لما هاجمتها. المهم هناك بعض الأخبار وكذلك عن فرح. المهم تابعوا الفيديو حتى النهاية حتى تكتشفون كل الأخبار في هذا الفيديو، ولا تنسوا فضلا منكم أن تشجعوني ولا تبخلوا علي باللايك. في بداية الفيديو راح نحكي عن ندى، صرحت أنه بعد نهاية البرنامج راح تطلع وتحكي كل شيء وتجاوب على كل الأسئلة وراح تعطيهم كل الحقائق، وكانت توعد الفانز على كلامها، والفانز يوم بعد يوم بيشوف انه علاقة ندى بأدهم اصبحت تبين انها حقيقية، وانه راح تكون فيما بينهم شيء جدي قريبا، وحتى انه أدهم لمح من قبل في بث له، ونزلت لكم شو قال في كلامه في البث انه راح تكون مفاجأة بينه وبين. وبينما هناك فانز بيشوف انه علاقة ادهم وندى علاقة مش حقيقية وكلها تمثيل، وادهم حب يضل مع ندى بس لانه بيعرف انه ندى ترند وحتى ما يخرج من البرنامج مبكرا. المهم كان هذا رأي بعض من الفانز. اما عن علاقة جينيفر وخالد، فبعد ما شفنا من الهجوم وغضب الفانز من علاقتهم وتحيز البرنامج لعلاقتهم وجعل كل شيء يسير لصالح علاقة جينيفر وخالد، فشافوا الفانز انه السبب الحقيقي لجعل البرنامج يخلي ندى ترجع هو، حتى يبينوا لندى وللمشتركين وحتى للفانز انه فعلا خالد بيحب جينيفر وحبهم حقيقي ومش تمثيل، ورغم كل الصعوبات هو راح يظل متمسك فيها، ويبينوا للفانز والمشاهدين انهم يستحق حبهم ينتصر حتى يفوز باللقب. المهم الفانز شاف بأن البرنامج بده يتحدى المشاهدين، ولهذا خالد في الأمس فاجأ جينيفر وراح لبيتها وقدم لها بوكي ورد كذلك، واستقبلته في باب المنزل، وشفناهم كانوا مع بعض خلال البت اللي كانوا فتحينه، وبعض الفان شايفين على انه فعلا علاقتهم حقيقية، وبيشوفوا انه لما لا فارق السن في العلاقة هو اللي بيكون ناجح في الحياة، وفي اللي شاف بانه الحركة اللي عملها خالد لجينيفر كانت مخططة لها ومجرد تقليد من ادهم وندى. ولما عملت جينيفر بث مباشر في مع خالد يعني في منزل واحد، سألوها الفانز وقالوا لها انت ليه تكرهي ندى، فهي ردت وقالت انا كمان بحبها كتير وانا بالعكس ما بكره اي حد، ولكن بعض الفانز شاف بانه جوابها كان هكذا فقط لان خالد كان بجانبها، وقالوا كذلك ترقبوا مفاجأة كبيرة منا. وكذلك شفنا ندى عملت لقاء في برنامج في تونس وأجابت على بعض الأسئلة، وقالت كان هناك شهرين يعني داخل البرنامج، وسألتها المذيعة شو الشيء اللي راح تربحه، لكن ندى قالت لها الشيء اللي راح نربح أو يربح الكوبل حاجة جيدة، وسألتها عن رجوعها قالت لها أنه لما رجعوني كنت رجعت لدراستي، وعيطوا لي مدراء البرنامج وقالوا لي راح تجي وراح نرجعك للبرنامج، وهي تفاجأت. وسألتها عن جينيفر أنها ممثلة، قالت لها حتى نحن كذلك تفاجأنا لأنها ممثلة ومثلت مع ريتا، ولكن إحنا ما كنا نمثل. والمذيعة قالت لها لكن فرح قالت أنه المخرج قال لها أنها تكسر الفازة، يعني هناك تمثيل، أو أشارت لها أن هناك تمثيل في البرنامج، ثم قالت لها إحنا بنحس أنه هناك تمثيل وأنه المخرج بده يربح للمشاهدات، لهذا بتحسوا أنه بيعطوكم أوامر حتى تعملوا أشياء أو بيحركوا أشخاص، لكن ده ما كانت موافقاها أو ما حبت تبين وتقول. وبعدها سألتها إذا كانوا
مميزين مشتركين عن مشتركين، ولكن ندى ما أجابت، ما حبت تجاوب بشكل مباشر على بعض الأسئلة. وعلى حسب اللعبة فهي سألتها عليها، وأنه يعني مثل الملكة أنه أهلها غضبوا عليها وتبروا منها من أجل اللعبة، ولكن ندى قالت لها أنه ما كان عندنا الحق أننا نرفض، يعني بعض المشتركين رفضوا حتى هي رفضت، ولكن كان هناك عقد وقالت أنه كان لازم يعملوا اللعبة. وقالت بعد ذلك، سألتها على الكوبلات الحقيقي، قالت على حسين ولارا أنهم مش مع بعض، وكذلك فرح وأحمد مش مع بعض. وثم قالت لها أنتي وأدهم في داخل البرنامج علاقتكم عادية، ولكن خارجها جيدة. قالت لها ندى تابعوا البرنامج حتى تكتشفوا كيف رجعنا هكذا مع بعض. وبعدها قالت لها عن فرح ومشكلتها معها، فقالت لها أنه أنا ما رح سامح، ولكن القضاء هو اللي رح يسير الأمور، وأنا ما أحب أسامح، وهي اعتذرت مني بشكل غير مباشر، ولكن أنا ما أحب أسكت على حقي وعلى شيء حتى لا أحد يتخطى حدوده معي مرة أخرى، وحتى روشين اشتكيت عليها. وبعض الفانز بعد هذا البرنامج كانت ردة فعله يعني غاضبة جدا، يعني بعض الفانز كان غاضب من الأسئلة إنهم ما سألوها عن أدهم وعلاقتها به وحبهم وتطور علاقتهم. وبعض الفانز كان غاضب جدا لأنها اعتبرت علاقة فرح وأحمد هي علاقة غير حقيقية. والفانز شافوا بعد الحلقة انه ندى بدها تترك ادهم، وخصوصا لما شفنا في الحلقة الحديث اللي دار بين فرح ولارا وهي انهم بيتفقوا انهم يرجعوا لها خالد، فما بنعرف، ولكن الفانز شاف على انه هناك غموض في علاقتهم وردة افعالهم داخل البرنامج، وهل راح يستمروا ام راح هي يعني فقط تقول هذا الشيء لكي تغيظ خالد وجينيفر. المهم حتى احمد يعني بعد المقابلة اللي عملتها ندى، فكانت يعني لما قالت على ان علاقتهم غير حقيقية، فهو خرج في لايف وحب يوضح للفانز والمشاهدين انه ما حد يعود يتكلم عليهم ويقول اشياء، يعني هو قال انه راح يخرج ويقول اشياء اللي راح يخلي الناس تزعل. اما عن ريان ومشكلتها مع لارا، واللي سبق ونزلت لكم عن المشكلة في فيديو سابق، فريان يعني ما زالت غاضبة جدا وزعلانة من لارا واللي كانت تعتبرها صديقتها، فهي طلعت في لايف مع إلي واعترفت انه هي زعلانة من لارا وعلى تصرفاتها معها. اما عن جيهان، فبعض الفانز شاف وتأكد من كلام ميري مع بعض الفانز، وقالوا على ان ميري راح تكشف بعد البرنامج الشيء اللي عملته جيهان مع روشين. وبعض الفانش بيشوف انه البرنامج فعلا كان بيحب يخلي جيهان تعمل اشياء وبتبان بصورة مش جيدة جدا في داخل البرنامج، وكان بيحاول انه يبينها كأنها شريرة. المهم كل هذا اكتشفوا الفان شيئا فشيئا في الحلقات اللي فاتت، وحتى نزلت لكم قبل في الفيديو السابق كيف كانت كلمات ندى مع جيهان وكيف كانت ردة فعلهم في هذا المشهد لما حكت ندى عن جينيفر لو لم تكن في داخل البرنامج، وهي يعني كانت تتكلم معها بغموض وفهمتها جيهان وعانقتها واحتضنتها، فالفانز فهم على انه جيهان فعلا كانت تحت تأثير البرنامج حتى يحاولوا يبينوها بصورة سيئة. المهم كان هذا هو الفيديو، لا تبخلوا علي بلايك للفيديو، وكذلك انتظر تعليقاتكم وأراءكم حول ما يحدث مع المشتركين داخل البرنامج وخارج البرنامج، وإلى فيديو قادم إن شاء الله.